إذا نحاولوا نديروا التطبيق العددي، عندنا شدة التيار هي 210^3، المدة الزمنية هي ساعة ونصف، يعني سيتادير 90 دقيقة فوا 60. دونك إلا حسبتو، حاولوا تحسبوا معايا، غادي تلقاو 1080 الوحدة كولون. دونك كولون هي الوحدة ديال كمية الكهرباء. إذا هذه بالنسبة لكمية الكهرباء. السؤال 5.2، أحسب كتلة الحديد المتفاعلة خلال نفس المدة، يعني خلال ساعة ونصف. إذا هنا أعزائي التلاميذ، مهم جدا نفهموا هذه المتفاعلة المتكونة إلى آخره. دونك هنايا عندنا جوج ديال الطرق، حنا غادي نوريكم في هذا التمرين طريقة أولى، وفي التمرين المقبل إن شاء الله الطريقة الثانية. إذا غادي ناخذ فقط نصف المعادلة ديال الحديد، إذا عندنا، أذكر على أن نصف المعادلة ديال الحديد يعطينا أيون الحديد زائد جوج إلكترونات. من خلال هذا نصف المعادلة يمكن أن نكتب كمية الحديد Fe المتفاعلة على المعامل تناسب واحد يساوي كمية مادة الإلكترونات على اثنان. بما أن الحديد جسم صلب، إذا يمكننا نقول على كمية المادة هي الكتلة على كتلته المولية، تساوي كمية مادة الإلكترونات على 2. ومن هنا يتم استخراج الكتلة M تساوي، إذا M ماذا تساوي؟ هي M الكتلة المولية في كمية مادة الإلكترونات مقسومة على 2. كمية مادة الإلكترونات، نعلم أن كمية الكهرباء تساوي، قلنا E فوا دلتا تي، وتساوي أيضا كمية مادة الإلكترونات فوا ثابتة الفرد. من هنا يتم استخراج كمية مادة الإلكترونات من خلال هذه العلاقة. كمية مادة الإلكترونات تساوي E فوا دلتا تي على الفرد. نعوض في هذه العلاقة، وبالتالي نجد في الأخير على أن الكتلة تساوي، نعوض إذا الكتلة المولية مضروبة في كمية مادة الإلكترونات اللي هي E فوا دلتا تي على الفاراداي فوا 2. فوالا، هذه طريقة سهلة. بطبيعة الحال يمكن إنجاز طريقة أخرى بالاعتماد على الجدول الوصفي العام، هذه غادي نشوفها في الدرس في تمرين آخر. ثم ننجز تطبيق العددي، فقط الكتلة المولية عندنا هي 56 إلى آخره، ثم لقاو الكتلة بالجرام. بالتوفيق إن شاء الله في التمرين المقبل إن شاء الله.